السلام عليكم، معكم شاهد العبادي، وبهذا الفيديو حنحكي عن الكتاب اللي جنني يعني ونشف دمي عشان اقدر احصل عليه، اللي هو كتاب الباحث محمد العون العهد الاخير. فعليا هذا الكتاب من اول يوم صدى او من اول يوم اعلن عنه الباحث محمد العون على قناته على يوتيوب، كنت فعليا يعني بدي هذا الكتاب باي طريقة ممكنة، بل حتى انسى اني بدي الكتاب، كان نفسي بس اتصفحه بس يعني. والكتاب هذا فعليا نشف دمي على المظبوط. اول اشي لفيت لك جميع المكاتب اللي بلادن عندي يعني، او المنطقة على الاقل اللي انا عايش فيها، لفيتهم كلهم، ما خليت مكتبة، ويعني مكاتب كبيرة كمان، وفي منهم حتى دور نشر رحت عليها يعني، وسألت بعض ناس كثير يعني لهم بهاي الاشياء يعني، ولا واحد قدر يفيدني ويجيب لي هذا الكتاب اللي هو العهد الاخير. بعدها حاولت اني اطلبه من النت، من مواقع زي جملون مثلا وهي الاشياء، دائما كنت الاقي ان الكتاب مش موجود، او الكتاب مثلا نفذ، او مثلا الكتاب ما وصل، يعني كانت كثير شغلات تصير يعني كانت واقفة بيني وبين هذا الكتاب، لحد الحمد لله من قبل حوالي 3 إلى 4 أيام لقيت انه واحدة من الاخوات او الصديقات عندي على الفيسبوك يعني عندها الكتاب هيك عن طريق الصدفة البحتة زي ما بيحكوا، طبعا هي كمان من بلد ثاني يعني تخيل لوين، فلقيت انه الكتاب عندها، فقعدت يعني طلبت منها تصور لي اياه عن الماسنجر يعني. وبعدك طبعا انا حولت الصور اللي هي بعثت لي اياهم لملف PDF، مش هبعثه لحدا لانه هو نفسه محمد العون كان رافض يعني فكره انه نشر كتابه على النت، لانه انا فعليا حتى سالته يوم قصه البحث عن الكتاب وكذا، سالته وسالت بعض كثير ناس، وقعدت ادور بعضه على النت على نسخه PDF ما لقيته، لاني عن جد هذا الزلمه بحبه كثير. المهم يعني نرجع لموضوعنا، طلعت من الاخت بعث لي اياه وبعثت لي اياه وخلصته، ممكن نحكي بيومين يعني، بيومين حتى اقل من يومين، لانه هي اصلا بعثت لي اول يوم اول ما طلبته منها 100 صفحه، اليوم الثاني يعني بعثت لي باقي الصفحات، يعني كان اللي ممكن بعثت لي اياه كل مره واحده يكون قاته يعني بار واحده. نرجع هسه الكتاب، وبس يعني كنت افاجئكم يعني قديش هذا الكتاب جنني عشان احصل عليه. الكتاب كتب واحد اللي اسمه محمد العون، هذا الشخص انا عرفته شخصيا من خلال قناته على يوتيوب وبعض المحاضرات اللي بعطيها عن الاديان. هذا الشخص يعني عنده عشق لقضيه الاديان ومقارنه الاديان، وهو شخص جدا متواضع اولا، شخص جدا يعني كمان طيب بالطرح تاعه. والحلو فيه او اكثر شغل انا بحترمها فيه انا شخصيا كشادي بهذا الانسان، انه شخص اولا حيادي، ثانيا غير حيادي بيعترف لما يكون في غلط، يعني هذا الاشي انا جدا بحترمه. يا ما كان عنده مقاطع على يوتيوب وحذفها عشان اكتشف انه مثلا المعلومة الكذا غير صحيحة والمعلومة الكذا هي الصح وكذا، يعني هذا الاشي انا جدا بحترمه فيه. والشخص هذا برضه عنده علم كبير كثير يعني، ممكن بس تتابعوا قناته على يوتيوب وحتلاقوا قناة رابط قناته بالتعليقات او بالوصف. الكتاب تاعه بتناول اكثر من قضية فيما يتعلق الاديان، مجموعة فصول وكل فصل يعني بيحكي عن موضوع معين، وما في فعليا موضوع واحد الكتاب ماشي عليه، يعني ما في مثلا قضية واحدة بيحكي عنها، بل العكس الكتاب ممكن نحكي انه نوعا ما شبيه بكتاب وقوم وقيلة تاع سلطان الموسى. الكتاب فعليا من ناحية المعلومات، يعني من ناحية المعلومات اللي بالكتاب ما في يعني اشي جديد ممكن نحكي عنه، يعني هي نفسها معلوماته اللي بيحكيها على يوتيوب نقلها على كتاب، ولكن وعلى فكرة حكى هذا الكلام كثير، ولكن كانت في نوعا ما إضافة أو إضافات لبعض النقاط اللي طاحها مثلا على يوتيوب بالكتاب هذا. الكتاب مكون زي ما حكيت قبل شوي من مجموعة فصول، فصل بتكلم مثلا عن الإرهاب مثلا في المسيحية والكتاب المقدس بشكل عام، فصل بتناول مثلا قضية الشبهات، شبهات ردود، شبهة أساطير الأولين، إنه مثلا بود لك على شبهة اقتباس الأديان من، او مثلا انو اسبق التعدد او الشاك، يعني هذا الفصل كان مهم بصراحه كثير انا عندي. وكمان عنده يعني فصول بعض بود فيها على مشايخ زي عدنان ابراهيم، الشيخ محمد، لا اسمه مش عارف اسمه، عمان حسين كانه اعتقد، الشيخ اجنبي هو يعني، المهم يعني انا مش متابعه بس بعرف الشيخ يعني. وبتناول بعضه كمان قضيه نظريه المؤامره، بتحكي عن الغنوصيه، الايزوتيرك اعتقد اسمهم، الثيوصوفية اعتقد كمان هكذا اسمه غلط بس مشوا لي اياها، وبيحكي يعني عن اشياء متنوعة بالكتاب. اذا انت كنت مثلا شخص مهتم يعني بنظرية المؤامرة او حتى مهتم مثلا بقضية الاديان، فالكتاب هذا بنصحك فيه يعني، هو الكتاب هذا لازم تجيبه. الكتاب كمان نوعا ما بسيط جدا بالطرح تاعه، فاذا انت مثلا كنت شخص مثلا يعني عنده اطلاع بسيط او كبير على الاديان راح تفهمه، الكتاب جدا بسيط والمعلومات اللي فيه
سلسة جدا أي واحد ممكن يفهم. وغاك برضو الكتاب يعني نوعا ما الأسلوب الكتابي فيه عجبتني كثيرا. أنا فعليا كمان كتبت له زي مراجعة كمان على جود ريدز تمام, وعطته 3 نجم. طبعا هسه أحكي لكم بداخل ليش عطته 3 نجم. وكمان كنت أقرأ تعليقات بعض الناس اللي كانت تحكي إنه الكتاب فعليا لغته مش قوية أو لغته ركيكة أو نظري. بالعكس أنا شفت لغته كويسة, بالعكس مفهومة جدا وبسيطة يعني فصحى, أنا حسيتها نوعا ما فصحى وبسيطة يعني الجميع بيفهم هذا الكلام اللي حكاه, يعني ما شفت انه فيها اشكال اللغه, بالعكس اللغه جدا بسيطه وكويسه. وكمان الجميل كمان بالكتاب انه كان بعض يرد على بعض الافكار الخاطئه البعض بيجي لك ثا مشايخ, وانا شخصيا بحس صوت وانا بحكي ان الافكار غلط, زي فكره مثلا اقتباس الاديان الوثنيه من شخصيه يسوع المسيح في قضيه الصلب او الولاده العذريه. هالاشياء فعليا كلها غلط, وهو فعليا ناقش هذا الموضوع بكتابه. وكمان ناقش مثلا بعض النبوءات اللي بيدعي بعض المسلمين انها يعني بتحكي عن يسوع, تحكي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم, واثبت ان هذا الكلام كله حكي فاضي. واثبت بنفس الوقت ان النبي محمد مذكور بالكتاب المقدس. بعض تكلم عن نقد الشيخ احمد ديدات, نقد بسيط طبعا مش احكي شو النقد, انا بدي اياكم تشتروا الكتاب وتشوفوا شو النقد اللي هو حكاه. وتكلم عن مخلوقات فضائيه. شوفوا بشكل عام الكتاب ككتاب يعني عشان ما نظل نحكي وعشان ما نضيع لكم وقتكم, الكتاب جدا جميل تمام, مو بسيط وحلو وبسيط. بس هسه خلينا نحكي عن المشاكل اللي فيه, لانه لو بدي احكي عن ايجابياته مش هخلص بصراحه, وانا بحب الزلمه فمش حكون يعني نوعا ما اذا بس بدي احكي الايجابيات مش هخلص, اني اصلا بحب البني ادم هذا وبحترمه كثير. فاذا بدي احكي عن الايجابيات بس مش هخلص, وحاقول كمان اطبل له. فخلينا هسه بس بالسلبيات نحكي ما دام حكينا عن الايجابيات. بالنسبة لسلبيات كتاب الأستاذ محمد العون, أولا ما كانش فيه إحالة للمصادر. طبعا الكتاب فيه مصادر آخر, يعني آخر الكتاب فيه بعض المصادر الكتب اللي بعضها استغربت, يعني كنت متوقع مصادر أكثر من هيك, لأنه فعليا المعلومات كانت قوية جدا وكان نوعا ما فيها زي نوعا ما مع أنها قليلة وكذا بس كان فيها تركيز يعني, فكنت متوقع أنه في كتاب مراجع ولكنها كانت المراجع يعني قوية وقليلة. المهم يعني مشكلته بالمراجع اللي أنا بحكي عنها, يعني مثلا بقول لك قال المسيح أنا والأب واحد, ما بكتب لك وين هذا النص أجا. طبعا النص موجود بس وين الذكر ما بكتب لك, يعني ما بحيلك لمثلا نقم الإصحاح والعدل العدد ومثلا بقتبس لك مثلا من كلام فاس السواح, ما بحيلك مثلا لوين فاس السواح قال هذا الكتاب, بأي كتاب إله. بقول لك مثلا قال الباحث السوري مثلا إن يهوى إله بركاني مثلا, طب بأي كتاب حكى هيك؟ طبعا أنا أعتقد إنه أعتقد هذه المعلومة ذكاها فاس السواح بكتابه الله والكون والإنسان, طبعا هذا توقع ما علينا مش موضوعنا. فالمشكلة وين؟ إنه ما بيحيلك للمصدر. وبعض لما تكلم مثلا شبهاء أو لما تكلم عن الصابع المندائية مثلا جاب مثلا كلام هو نقله من كتاب خزعل الماجدي الميثولوجيا المندائية أعتقد اسمه, طبعا هو ما يعني هو حطه بالمصادر بالأخير بس ما أحال لما ذكر المعلومة, يعني خلينا أوضحها أكثر. ذكر مثلا أنه النبي محمد مذكور بكتب الصابع المندائية تمام, الشغلة من وين نقلها أنت ما بتعرف لأنه هو مش يعني ما في هوامش, ما بقول لك مثلا هاي النقطة مثلا أخذتها من الكتاب الفلاني من صفحة كذا, أنت ما بتقدر تعرف هذا الإشي. فهي فعليا كانت شغلة جدا مستفزة إلي, وفعليا هذا الموضوع كمان بعيبه على فيديوهاته. يعني أنا كشادي مثلا أنا شخص مطلع على الأديان تمام, يعني هسه شفته كيف قدرت مثلا أعرف وين هو حكى هاي الشغلة وخزعال وكذا, أنا شخص مطلع بقدر أعرف وين العلماء شو قالوا وين فلان قال. أما شخص بسيط مثلا بقرأ بالكتاب والله العالم الفلاني قال كذا, والله فاس السواح قال كذا, طب وين قال كذا؟ ما في هوامش, ما في مكان مثلا بقول لك المعلومة الفلانية أنا أخذتها من كتاب كذا من صفحة كذا. هذا فعليا العيب كان جدا مستفز أنا بالنسبة لي, لأنه حتى بفيديوهاته على يوتيوب يعني مثلا بكون يحكي ما بقول لك أنا أخذت هاي المعلومة من هذا الكتاب إلا نادرا مثلا. فهاي النقطة يعني كانت جدا مستفزة إنه ما في إحالة للمراجع, وهي إشي جدا مهم الهوامش وهالأشياء بالذات بالكتب العلمية الدينية أو حتى العلم بشكل عام مهم جدا الهوامش. أنا بالنسبة لي كشخص بدي المعلومة هاي بدي الكتاب وبدي الصفحة بدي أقم. هاي النقطة الأولى اللي ما عجبتني بالكتاب. النقطة الثانية بعض الأشياء بالكتاب كأسلوبه كالرد يعني على بعض الشخصيات ما حبيته, زي الشيخ اللي مش عارف اسمه هذا الشيعي اللي هون صورته, أعتقد اسمه عمران حسين وزي كذا, أنا مش من محبيه تمام ولا من متابعينه.
ولكن أنا ما حبيت مثلا كلامه. مثلا هو أعتقد وصفه بالساذج أو وصفه بإشي زي كذا، حط الصفعة هون عشان نشوف شو قال عنه بالضبط، يعني وصفه بوصف معين، وكان بعض يعني وصف بعض الأفكار مثلا عند بعض الناس بالساذجة الغبية الكذا. يعني هي شوف هاي الشغلة يعني ممكن نحكي إنها يعني ممكن واحد ثاني يشوفها مقبولة مثلا، لأنه مثلا بعد على أعداء الدين وكذا، ممكن واحد ثاني تعجبه الشغلة هاي. أنا شخصيا كشادي ما بحب هذا الأسلوب، فبعضها حسيتها يعني مش لازم تطلع. يعني حتى لو مثلا الشخص مثلا زي الشيخ عبد الله اللي حكى إنه ديزني لاند إحنا أخذنا العقيدة ولا كذا، ما في داعي لهذا الأسلوب. يعني فاهم علي؟ إنه حتضعف يعني الطرح تاعك حيضعف، لأنه أنت مثلا بتهاجم عليه بدل مثلا ما تطرح وجهة نظرك. فهي الشغلة برضو استفزتني. النقطة الثالثة، أعتقد الثالثة، بعض الفصول بالكتاب كان يعني كان نفسي يعني يكون نوعا ما موضوع فيها أكثر، مع احترامي الشديد له وهو شخص متخصص محمد العون، أنا متأكد من هالإشي وعنده علم وممكن أرد على هاي الأشياء. فيعني كان العشم أنه يعني يوضحها وأرد عليها، زي مثلا فصل الإرهاب بالكتاب المقدس، أو مثلا فصل القتال بالكتاب المقدس في فصل معين جاب فيه بس نصوص للقتل بالكتاب المقدس وكذا، كان المفروض يوضح هاي النقطة. يعني مثلا هسه المسيحيين غالبيتهم بيعتقدوا انه بولس رسول، المسيح افتدانا من لعنة الناموس، هو بيعرف هذا الحكي، هو وارد عليه كثير بيوتيوب، بس كان لازم كمان يوضحه بالكتاب. يعني هسه العهد القديم بحسب بولس اللي هو وحي عندهم، المفروض العهد القديم هم من هم مش دخل فيه، فكان لازم المفروض بالاول يثبت انه العهد القديم ملزم على المسيحيين، بعد هيك يستدل فيه. طبعا المسيحيين طبعا هم المفروض يعني ملزمين في كونهم حاطينها بكتاب واحد، وهو يعني كلام يسوع نفسه، تمام؟ ولكن انا كان نفسي يوضحها اكثر، تمام؟ فهي نقطه استفزتني. وغير كبعضه كان سفر المزامير مثلا، كان في فصل من الفصول كان يحكي فيه عن قضيه طفع المسيح، وعلى فكره انا كمان كنت بكتب كتاب حاليا، وهي صوت الكتاب اللي بكتب فيه، كنت متناول هاي القضيه، قضيه صلب المسيح بسفر المزامير وهذا الحكي، بعدين مسحت هذا الفصل كله. وهسه احكي ليش. يعني في سفر المزامير بالذات في كثير مسلمين منهم مثلا منقذ السقار مثلا تناول هاي الشغله بكتب كثير وفيديوهات كثير، انه بيحكي مثلا سفر المزامير بدل على عدم صلب المسيح. طيب هل المسيحيين عندهم مردود على هاي الشغلات ولا لا؟ الجواب فزي ما في بعض المزامير بتحكي عن صلب المسيح، في بعض المزامير بتحكي عن رفع المسيح، مثلا انجيك وارفعك وهذا الحكي، انا بعرف هاي الاشياء. فكان نفسي مثلا نرد على اعتراضات المسيحيين بهذه النقطة مثلا، لأنه أصلا هذا كتاب يعني أنت بتناقش فيه مسيحيين ملحدين، فإذا واحد مثلا فتش عن الموضوع ولاقي مثلا رأي مخالف لرأيك حتى لو ما كان مبني على أدلة وكذا، يعني ممكن يأخذ فيه. فكان لازم يوضح هاي النقطة. أنا حسيت رابع شيء، بعض الفصول كانت لازم نوعا ما أنا بحس إنه كان لازم يشرح فيها أكثر، أو على الأقل يحاول ببعض الفصول انه يزود نوعا ما النصوص اللي فيها. يعني اعطي مثال على هالموضوع، الفصل اللي تكلم فيه عن ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكتب المقدسه، الفصل هذا كانه جاب من كل دين نص واحد او نصين. هاي القضيه انا استفزتني، او ما استفزتني، خلينا نقول حسيت انها بدها شرح اكثر. مثلا يعني مثلا الديانه الهندوسيه، الديانه ايش اللي جاب، المسيحيه، اليهوديه، الزادشتيه، الصابئة، المندائيه، الهندوسيه، ايوه. يعني هو باليهوديه والمسيحيه ابدع، محمد العون بالمسيحيه واليهوديه ابدع، جاب وشرح وادى اعتراضات المسيحيين، يعني كان شيء ابداع. اما بالنسبه للاشياء اللي عند المسيحيين، عند الهندوس، شو ما بلخبط انا فيهم كثير، عند الهندوس مثلا، عند الصابئه، يعني ما كان في شرح كافي وما كانت في نصوص كافيه. يعني مثلا الزادشتيه مثلا انا حسب ما اعتقد فيها حوالي 3 نصوص، بعض اتكلم عنهم اعتقد سامي عامري هو واحد كان مصادر كمان، كتابه النبي محمد في الكتب المقدسه، يعني كان ممكن يشرحها اكثر أو يوضح أكثر هاي الأشياء. بعض الهندوسية مثلا كان لازم يوضح أكثر ويجي مثلا كلام هندوس وكذا، بحسه أفضل يعني. وبعدين عشان نكون صريحين يعني، وأعتقد محمد لو متفق معي بهاي النقطة، إنه في نوعا ما تدليس بقضية النبوءات، وأنت طبعا رد هو طبعا على بعض الإشكاليات المسلمين أو بعض الشيوخ المسلمين اللي بيدعوا يعني إنه النبي محمد مذكور بكذا ولا كذا يعني، تمام؟ فهو أصلا بيآمن إنه من ذكر، ولكن مش بالمبالغة اللي هم حكوها. فأعتقد كان لازم يعني يوضح بعض الفصل أكثر، أو يجيب نبوءات أكثر، أو يوضح يعني
أشياء أكثر. يعني ما حسيت إنه هذا الفصل كافي زي ما بيحكوها. هسا نيجي على قضية، أنا حاسة أنا بنتقد الكتاب كله. هسا نيجي بعض على قضية نظرية المؤامرة. طبعا نظرية المؤامرة بعض هو أبدع فيها عن كلام عن حاكة العصر الجديد ومش عارف شو، أبدع فيها كثير، ولكن في كم من نقطة يعني حسيت فيها مبالغات يعني نوعا ما. بغض النظر عن هذا الموضوع، فأنا يعني بدي أحكي بس إنه كانت في نوعا ما بعض المبالغات. طبعا هي وجهة نظر شخصية، ولكن هاي وجهة نظري أنا كشادي، إني ما شفت إن يعني حسيت الموضوع مبالغ فيك يعني بشكل مش طبيعي. وكمان كلامه عن نظرية التطور مثلا، إنه يعني حكى عن نظرية التطور بشكل موجز هيك بكلمة ولا بكلمتين، إنه صار ناس كثير يصدقوا بنظرية التطور. وفعليا أنا كمان متعصب لنظرية التطور، لإني نوعا ما بميل إلها، بميل للنظرية اللي بتحكي مثلا انه الله خلقنا عن طريق التطور. هذا الموضوع ممكن ترجعوه بكتاب ليطمئن عقلي، بديش ادخل فيه، ولكن بدي احكيه بس انه كان نوعا ما الكتاب يعني في معلومات مش صحيحة يعني بهاي النقطة، يعني نظرية المؤامرة بسبب المبالغة الشديدة فيها. يعني وهي هي السلبيات يعني اللي هسه خاطر ببالي حاليا، يعني هاي هي السلبيات اللي جت ببالي. كنت برضو كتبت بجودريدز يعني زي مراجعة بسيطة للكتاب كمان، اذا حدا يعني مهتم حط لي اياها بالوصف. فاللي بدي احكيه بس عشان نختصر الموضوع، الكتاب تاع الاستاذ محمد العون كتاب جدا كويس، كويس انك تقراه، كويس انك تبحث فيه. اذا كنت مثلا شخص حاب يقابل اديان هو كويس كثير، في معلومات جدا كويسه. بيحكي قصه بوذا، قصه زادشت، قصه ايش اسمه هذا تاع مصر هذا اخناتون، يعني جاب قصص كثير، قصه ايليه كمان، يعني جاب قصص، وكمان تكلم عن الكتب المقدسه بشكل بسيط. وكان لازم فعلا نحكي عنهم بشكل يعني أطول يعني، ولكن ما علينا مش موضوعنا. الكتب المقدسة برضو تكلم عنها، تكلم برضو عن قضية شبهات وردود رد على أخ رشيد. هاي نقطة كمان نسيتها أنا، كان لازم أحكي عنها، عن قصة الأخ رشيد. برضو كمان رد على ناس زي الأخ رشيد، الأخ وحيد، هذول الناس. برضو هو كان يتعامل على أساس إنه كل الناس بعرفوا هذول الناس، وهذا فعليا كان غلط. كان لازم يكون برضو فيه هوامش يكتب فيها الأخ رشيد هو شخص اعتاد عن الإسلام كذا كذا كذا، عشان الشخص اللي ما بعرفه يعرف التعميم بالطب، مش راح يدور عنه على النت وكذا، ممكن بعدين يفتن بدينه. يعني هاي يعني حسيت أنها كانت هيك لازم تكون، هاي وجهة نظر الشخصية. المهم يعني كمان الكتاب فيه أشياء كثيرة حلوة، بفتح مخك، في بعض ردود جدا أنا عجبتني بالنسبة لقضية التوحيد وكذا. يعني بشكل عام الكتاب كويس، تمام، يعني جدا كويس، وانا بنصح فيه الجميع فعليا. اذا كنت مثلا شخص متعمق بالاديان، وحتى بعض لو كنتش متعمق مثلا وبدك شيء لطيف هيك تقرا وتتسلى عليه، فالكتاب جدا ممتع. الافكار اللي فيه حلوه، فيه مثلا افكار عن عالم الذار وكذا، بعض افكار كانت حلوه. بتكلم بعض عن بوذا الخامس، مايتايا اعتقد اسمه، يعني هو الوحيد اعتقد بالشرق الاوسط كل اللي بيحكي عنه. بعضه كلامه عن حركات السرية جدا كان مهم وبسيط وما بيلخبط. يعني مثلا انا من الناس اللي بقى مثلا لفراس السواح والناس المختصه زي خزعل وهذولا، يعني لحد هسه يعني حسيت انه الشرح تاع محمد العون احسن من هذول العلماء الكبار، لانه فعليا الشرح تاعه ابسط بكثير. فالخلاصه الكتاب كويس، اشتري وحستفيد منه، مع اختلافي انا الشخصي مع بعض النقاط اللي طاحها، ولكني ما اعتقد فعليا اذا اني حكيتها يعني حتكون مهمه او ذا منفعه. على كل، اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي. سلام، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.